طيب انا دلوقتي واحده مثلا بنتكلم النهارده عن فقره، انا بتابع يعني الحلقه، بنتكلم عن فقره الاهتمام بجمال المراه والضوافر والشعر والبشره وغيره، اعرف منين اصلا ان انا عندي بوادر كده او عندي ازمه او عندي مشكله مع شعري؟ يعني لما يبقى في تساقط، اصل تساقط الشعر ده طبيعي، بيبقى في عدد معين كل يوم لازم شعرايه في اليوم، لكن امتى زي ما بيتقال كده بيبقى في اكسيد للمشكله، فساعتها اقول لا انا كده شعري دي بوادر او علامات ان انا عندي ازمه. الضوافر امتى اعرف ان انا عندي ازمه؟ الوش امتى ابتدي اعرف ان انا عندي ازمه فيها؟ لو هبدا بالشعر، الشعر لما ينزل بالكتل، بتلاقي بنات بينزل منها طبعا كتل كده، خصل وهي مثلا خصل بطوله مثلا وهي بتستحمى او في الارض مثلا في اوضه نومها، بتلاقي كميه شعر فظيعه في الارض مثلا، وهي نايمه في السرير تصحى تلاقي المخده كلها شعر. ده طبعا يبقى عندها مشكله. من اهم الفيتامينات المهمه جدا جدا لتدعيم الشعر، والشعر لما يبقى شكله مقصف وتالف بيحتاج فيتامينات. هقول البيوتين، البيوتين فيتامين بي 7 مهم جدا جدا للشعر. ممكن اقول الزنك، الزنك مهم، الزنك مهم لاي حاجه بتتجدد. ايه اللي بيتجدد؟ مثلا الشعر بيتجدد، الضوافر بتتجدد، خلايا الدم بتتجدد، فكل اي خليه عندنا حيه بتتجدد محتاجه زنك، لان الزنك مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم. فانا عندي نقص الزنك بيعمل لي مشاكل في تساقط الشعر، والشعر ما بقاش هيلثي، ما بقاش بيلمع. عندي النحاس مهم جدا. يمكن نمو الشعر الابيض في سن مبكر نتيجه نقص النحاس، الناس كتير مش عارفه ده. لما تلاقي شعر لو ابيض مش وراثي، يعني لو الوراثه مش وراثي. بالظبط بالظبط. عندك البيوتين، الزنك، النحاس، دول اهم ثلاث فيتامينز ما دام ما عنديش مرض بيؤدي الى تساقط شعر. يعني بطمن اكيد على الغده الدرقيه انها ماشيه سليم، بطمن على وظائف الكبد انها ماشيه سليمه، وباخد الفيتامينز بتاعتي، واكيد نقص الحديد كمان، فلازم اطمن على نسبه الحديد في الجسم. لو هتكلم على البشره بيبان عليها ايه؟ الشحوب. في ناس تحت عينيها بيبقى اسود كده وبيبقى داخل لجوه، بس داخل لجوه ده موضوع تاني ولا برضو داخل لجوه؟ ممكن يكون تعب، ارهاق، ما اعتنتش ببشرتها. لازم برضو مع الفيتامينز استخدم ترطيب الكريمات بتاعتي، الدي كريم والنايت كريم مع الفيتامينز عشان ما يحصلش جفاف. واحنا كمان داخلين على فصل الصيف، في ناس كتيره واكيد تعرفي منهم يقعدوا يحطوا تانينج اويل على وشهم ويقعدوا في الشمس كتير من غير حاجه، يعني حاجه مثلا زي سان سكرين او سان بلوك، ده خطر جدا. ده بلاش، انا سمعت كده، بلاش تانينج اويل اطلاقا على الوش، ده كارثه كارثه. هنحط تان اويل ده على الجسم، ما تحطوليش تان اويل على الوش اطلاقا، هتحطوا سان بلوك على الوش او سان سكرين لو عايزين تاخدوا نسبه تان، لكن تان اويل على الوش زيت مع شمس ومفيش اس بي اف، ده خطر جدا جدا. يمكن كمان التشققات اللي بتبقى حوالين البق نتيجه نقص فيتامين بي كمان. ممكن نقول لو بغسل بعمل سناني كده ونزل دم، دم ممكن يبقى نقص فيتامين سي. انا ده بيحصل لي بقى، ممكن يبقى عندك نقص فيتامين سي. لو هتكلم على مثلا، لو هنبتدي بقى بالضوافر، الضوافر بتتكسر بسرعه، نقص كالسيوم، النقط اللي بتبقى بقى الوانها بقى في لبني وفي برتقالي وابيض وفي ازرق، نقص زنك وكالسيوم. صعبه، نقص زنك وكالسيوم وبيوتين مشكله كبيره على فكره. يمكن الحاجات بتبقى اعراضها ما بنلتفتش ليها، بس وراها بيبقى مشاكل، او دي بتبقى دلائل لمشاكل كتيره جدا بيعاني منها الجسم. طبعا حاجه سيريس مش طبعا. بتبقى طب احنا